كده شغال. وعندك فطور، فطور غياب ولا لسه؟ ولا انت بدأت من بدري؟ لسه بنقول يا هادي بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن الحتة دي تانية ولا صعبة؟ ماشي احنا عاوزين نقيس الدايمنشن دي يعني كذا مره بنعيدها اهو. هنقف هنا عند كلمه دايمنشن واجي اقف هنا عند الكورنر بتاع البورده دي واروح الجزء دوت كده طلعت ب 73.66 ده الطول. العرض بتاعها هنقف هنا. مش عملت توب ميرور ازاي؟ نعم يا فندم. عملت توب ميرور ازاي؟ انا ما عملتش ميرور، ده كان الاول انت شغال على توب بوتوم لاير. بوتوم لاير ده يعني كان البورده بتاعتك من تحت، يعني كانها كده يا باشمهندسه. رقم بالشقلوب صح؟ كان بالشقلوب بالظبط كده، يعني المفروض احنا عندنا هنا ادي البورده بتاعتك اهي، دي الاب لاير ودي البوتوم لاير، دي اللي فيها النحاس. تمام، فانت دلوقتي لما تكوني شغاله هنا وانت باصه من فوق كده هتبصي الارقام هتلاقيها بالشقلوب صح؟ فهي بالتالي علشان تشوفيها بالشكل دوت فانت هتبص عليها من اللير السليمه بتاعتها اللي هي التوب لاير اهي كده، انت باصه من فوق كده. طيب خلي بالكم من حاجه بقى، الدايمنشن دي كده كام في كام؟ تلاتة وسبعين. تمام، كام في كام كده؟ 73.66 في 29. طيب كام بقى ايه اليونت بتاعتنا؟ ملي ملي بالظبط، ملي متر. تمام جدا، ده كده اليونت بتاعتنا بالملي متر. ايوه تمام. هتلاقي بص ادي اليونت بتاعتك هنا دلوقتي اهي موجود، انت واقف عندها بالملي متر، يعني كانها 7 سنتي في 3 سنتي. ارسم بقى كده، ارسموا مربع كده يا جماعه معلش بعد اذنكم، يعني حد يرسم، يجيب مسطره يرسم مربع 7 سنتي في 2 سنتي على ورقه بيضه كده او ورقه مسطره. ماشي تاني كده، تاني كده ارسموا مربع هو عبارة عن 7 سنتي في 3 سنتي تمام، أو مستطيل آسف، مستطيل. ارسمها كده بإيديك كده بالمسطرة ووريها لنا على الكاميرا كده. ده في ورقة بره يعني يا باشمهندس؟ حد يرسمها في ورقة بره ووريها لنا يا جماعة. سبعة سنتي في تلاتة سنتي. هو ده انا بروجكت يا باشمهندس؟ نعم، ده انا ده بروجكت. الباور سبلاي، ده الباور سبلاي. لما ادوس على دايمنشن دي هيظهر السكرينه دي؟ لا بتدوس على كلمة دايمنشن وتيجي تقف كده يا باشمهندس. تيجي تقف على دايمنشن يا باشمهندس هنا، وتيجي تقف هنا عند الكورنر بتاع البورد والكورنر التاني بتاع البورد. تمام، يديك الدايمنشن بتاعك. فيها مشكلة؟ تمام، شكرا. ونفس القصة الناحية الثانية. حد رسم المربع ده؟ يا باشمهندس ورانا كده يا ستي. خلي اي حد من الولاد لسه عمر مسترحة. ماشي يعني اي حد من ولادي يورهولنا، اي حد رسمه يورونا يا شباب. طب ما يبعتوا لك على الواتس يا باشمهندس وحاجة تحط على الجروب خلاص. اي حاجه اعملوا، اي حاجه في دنيتكم يعني. المهم ايا كان، يعني انا عاوزكم بس ايه تحسوا بالحجم، تحسوا بحجم البورد قد ايه. تحسوا بحجم البورد.
مين بيتكلم؟ كرم. كرم كرم بتقول ايه يا كرم؟ انا رسمت المستطيل. طب ورونا كده، افتح الكلام بتاعك ورونا. تمام تقريبا. تمام شايفين. بالنسبه للورقه بقى، بالنسبه للورقه حجمها قد ايه؟ حط الحته دي على البورده اللي معاك، شوف هيكون حجمها قد ايه. يعني حط 7 سم دول و 3 سم دول، هتلاقيهم كده شريحه صغيره موجوده في الحته دي بالظبط كده. هتلاقي الشريحه اللي حوالين ايدي دي كده بالظبط. تمام. وممكن كمان نصغر اكتر، يعني لو احنا حبينا نصغر يا شباب ممكن نصغر اكتر. ممكن اجيب دي كده هنا اهي، اجيب دي هنا اهي. تمام. لكن ما ينفعش نلزق التو كومبوننت مع بعض. ممكن اجيب دي كده هنا اهي. ممكن دول اروح جاي حاططهم ازنقهم هنا مثلا. كده اروح جايب دي كده. صغرتها اكتر تاني اهي. تمام. انتوا معايا ولا مش معايا؟ هاجي اشوف الدايمنشن بتاعها الجديد. معاك يا باشمهندس. معاك يا باشمهندس. تمام. هاجي اشوف الدايمنشن الجديد بتاعنا اهو. تمام. بقت 6 سنتي. في 2.5 سنتي. انت بقى المهندس الشاطر بقى فينا هو اللي يعمل بوردة محترمة جدا، يعمل بوردة منسقة شكلها كويس جدا، يعني ما فيهاش أي ديفوهات بقى من الكومبوننت بقى مايلة مش عارف إيه الكلام ده. ممكن نقفل المايك بس. يا ريت اللي فتح المايك يقفله بس. يا ريت نقفل المايك بس. تمام. كده أدي البوردة بتاعتنا يعني. نبص بقى في حاجة كده. شايفين الاشتباك في خطوط صفرة كده كتير جدا مع بعض. تمام. الاشتباك ده عاوزين نقلله شويه. انتوا شايفين الخطوط الصفرة دي؟ ايوه. هنيجي في زرار كده اسمه، اقف كده عليه، ريد سينست. الزرار اللي انتوا شايفينه اقصى الشمال اهو. ايوه. خليكم مركزين عند المنطقه اللي فيها سلوك كتير صفرة دي. تمام. انا قبل ما ادوس عليه اهو، الناس كلها تركز عند المنطقه دي. عد لحد 3 وهدوس عليه. يعني بصوا هنا كده. تمام. هيا دوس على ريد سينست اهي. ايه اللي حصل؟ السلوك خفت شويه. اللي حصل ان السلوك خفت تماما. السلوك اتعدلت. يعني خفت تماما. تمام كده. طيب نيجي نبص كده هنلاقي في ايه مثلا. يعني هنلاقي شايفين الكوستر ده، احنا شغالين عند الدايمنشن، نقف عند الموف. شايفين الكوستر ده؟ انا شايفين الكوستر ده؟ يا شباب؟ ايوه يا باشمهندس. ده ممكن اجيبه هنا، وده ممكن اجيبه هنا، والروزيتا دي اجيبها هنا، والروزيتا دي اجيبها هنا. انا بحاول بقى انا بنفسي اقلل ايه؟ البوزيشنز بتاعت السلوك دي، فبالتالي ممكن اقلل الكروسنج ده كله. تمام. ده مثلا ممكن اعمله كده. تمام.
ممكن اجي عند ريتس نست كده فكيت الاشتباك شويه كمان. تمام الناس معايا؟ طيب كده احنا قدرنا على قد ما نقدر نفك ال هتلاقوا لاحظوا حاجه كده. بس مهندس مش كباستر واحد ده لازق في الاي سي شيء المفروض ان احنا ايمن كباستر واحد. ايوه ماشي ايه المفروض ما يمشوش بعض بس كده يا باشا. ايه رايك كده؟ تمام حلو كده زي الفل. طيب اي اي خدمه. بالمناسبه بقى انت عاوز تظهر ايه من على البورده؟ لو انت مش عاوز تظهر ال الكلام ده وعاوز تظهر بس الاشكال الكومبوننت او رجولها اهي تمام كده الرجول بس اللي ظاهره بالخطوط اللي سيادتكم شايفينها دي. تمام طيب لو احنا جينا بقى هنا عملتها ازاي؟ بصت على ايه؟ على اللاير دي على كلمه لاير والمفروض كان في حاجه اسمها تي بليس وتي وبي بليس وتي اورجن وبي اورجن تمام والتي نيم والبي نيم والتي فاليو كل دي كده القيم بتاعت الكومبوننت اهي اللي كانت موجوده. احنا عاوزين نشيل الكلام ده. هتيجي بقى سيادتك انت عاوزه التوب لاير ده اللي فوق البوتون اللي تحت الباد اللي هي الرجول الخضراء دي تمام الفايا اللي هو اللي بيربط ما بين التوب لاير والبوتوم لاير حاجه كده في النص كده في هنا اب لاير وفي بوتوم لاير هنا. طب عاوز اربطه وهنا في تراكات مثلا وهنا في تراكات عاوز اربطهم ببعض لازم اربطهم عن طريق نحاس لان اللي في النص ده بلاستيك تمام فاروح جاي حاطط شريحه من نحاس من فوق لتحت يربطهم ببعض دي بنسميها فايا بقى. لو احنا شلنا البادة والفايا اهو هتلاقي الخطوط الخضراء دي اختفت يبقى الباد ده بالنسبه لنا الرجول الفايا اللي هو الكونكتور ما بين التوب لاير والبوتوم لاير تمام. طيب نيجي بقى هنا عاوزين نشغل اللاي اوت فانت عندك حاجتين. اول حاجه ان انت تعمل مانيوال راوتينج ادي الراوتينج اهو ده كده راوتر هاجي اقف هنا واروح للبتاع دي. بس في حاجه بقى لما تيجي تقف من هنا لهنا ما ينفعش امشي على الرجول الخضراء دي لان الخط الاحمر اللي انت شغال بيه دوت ده هيكون نحاس كمان شويه. لما انت تعملها كده يبقى كانك انت عامل شورت سيركت اهي تعال نعملها كده كان عامل شورت سيركت من هنا لهنا 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 موصل الرجول دي كلها ببعض. هل الكلام ده ينفع؟ لا لا طبعا صح؟ طبعا فبالتالي لا الكلام ده ما ينفعش فاروح جاي عامل ان راوتينج كده. حد يقفل المايك يا شباب عشان انا بسمع بتاع صوت. ماشي فنيجي نعمل تاني كده ادي اهو يبقى علشان امشي بس عن خط مايل ادي مشيت بخط مايل اهو يبقى مشيت من هنا لهنا ده كده انا بعمل ده مانيوال. طب عاوز امشي من هنا لهنا اعمل ايه؟ ممكن اجي كده وامشي ما بين الرجول دي كده وبعد كده اروح جاي ماشي كده. طب وانا لو مشيت خط احمر على خط احمر ده بيعمل بشورت سيركت برضو؟ ده شورت سيركت برضو تمام على الخطوط الحمراء مش بخط ما ينفعش. ايوه ما ينفعش يتلاقوا خالص لاني بعد ده هيكون دي نحاس كانك عامل شورت سيركت. تمام عاوز امشي من هنا لهنا اهو عاوز امشي من هنا لهنا تمام بعد كده عاوز اروح للرجل دي فسيادتك ممكن تيجي كده ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا. لو فضلنا بقى كده مش هنخلص صح؟ يعني تمام. فقال لك خلاص انت تعمل بقى ايه لو انت عاوز تشيل بقى التراك من دوت في حاجه اسمها ريب اي ريب اب فهي ادوس عليها واقف على كل التراكات اللي انا عملتها دي
طيب لو احنا بقى عاوزين نعمل الكلام ده اوتوماتيك، فقال لك في حاجه اسمها قبل ما تيجي تعمل الكلام ده لازم تحدد له الكونديشن الاول. معلش يا شباب ثانيه واحده بعد اذنكم. السلام عليكم، ازيك يا معلم الشاور؟ عامل ايه يا فندم؟ ايه الاخبار؟ كله بخير والله الحمد لله. تمام يا شباب يا قوم؟ ماشي يا باشمهندس. مع حضرتك انتوا معايا؟ ايوه تمام. يا باشمهندس ايوه تمام جدا. هنيجي بقى سيادتك هنا، لو احنا عاوزين نعمل الكلام ده بشكل اوتوماتيك بقى، بشكل اوتوماتيك نرجع تاني للحاجات ال هنيجي بقى هنا عند حاجه بنسميها ديزاين رول تشيك. الاول كده في حاجه اسمها دي ار سي اي اللي هي ديزاين رول تشيك. دي شويه ديزاينز شويه رولز كده لازم نحطها في اعتبارنا. يعني اول اعتبار المسافه بين كل رجل والتانيه قد ايه؟ بس مهندس. نعم يا فندم. في ناس على الويتي. مفيش حد على الويتي. انا لسه بتشيك اهو، مفيش اي حد على الويتي خالص. مفيش يا ستي. وبس اهم حاجه يكونوا بيلينكوا على اخر لينك. ماشي يا باشمهندس. طيب نيجي بقى هنا هنا عاوزين بقى نشوف الديزاين رول تشيك. هنا بقى قال لك المسافه بين كل رجل والثانيه قد ايه؟ يعني بين كل اسف تراك والتراك، يعني ده الواير والواير المسافه بينهم قد ايه؟ المسافه بين البدايه والواير دي اسمها باد ودي اسمها واير، المسافه بينهم قد ايه؟ المسافه بين الباد والباد الرجل والرجل قد ايه؟ المسافه من الفايا اللي انا قلت لكم عليها من شويه والواير، المسافه بين الباد والفايا اللي هو الرجل واللي هو الكونكتور ما بين تو لاير، المسافه بين الفايا والفايا قد ايه؟ كل الكلام ده دي رولز. هنا في حاجه اسمها سيرفس ماونتد اليمنت. فاكرين اللي هي كانت رجولها بني؟ الاليمنت اللي كانت رجولها بني. انتوا معايا يا شباب ولا انا مع نفسي؟ ايوه فاكرينها يا باشمهندس. ايوه يا باشمهندس معايا. تمام. دي كده الرقم اللي كان بتاعت الرجول البني دي مش ما اشتغلناش فيها خالص صح؟ يبقى احنا مش محتاجين نغير في اي حاجه تخص السيرفيس ماونتد اليمنت اللي هو الاس ام دي دوت. يبقى كل ده احنا مش محتاجين، احنا محتاجين نظبط الارقام دي. طيب قال لك تعالى بقى هنا اول حاجه هو اليونت اللي هنا. اليونت هنا ايه؟ اليونت اللي هنا ملي انش. بس هل احنا شغالين بالانش ولا شغالين بالمليمتر؟ مليمتر. احنا شغالين، تعال نشتغل بالمليمتر. فعشان نشتغل بالمليمتر هاجي نقعد عند حاجه اسمها الجريد كده فوق اهي. تمام. الجريد دي من المفترض الو السلام عليكم. تمام الحمد لله. لا يا فندم، امورني في اي وقت، امورني. انا بعت والله الاسم ومنتظر النتيجه والله.